تنصف الشهر والأحفاه وانهدما واختص بالفوز بالجنات من خدما وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فوا ويحه يا عظم ما حرم من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفى ولا الجمر يجمد ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا تمقد إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطال الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع يا أيها العبد قم لله مجتهدا وانهض كما نهضت من قبلك السعداء فذي ليالي الرضا جاءت وأنت على فعل القبيح مصر ما جلوت صدى قم فاغتنم ليلة تحيا النفوس بها ومثلها لم يكن في فضلها أبدا طوبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا فليلة القدر خير قال خالقنا من ألف شهر هنيئا من لها شهدا فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد ورد وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصى لهم عددا يا فوز عبد رآها إنه رجل قد عاش في الدهر عيشا دائما رغدا وفاز بالأمن والغفران مغتبطا ونال ما يرتجى من ربه أبدا فاطلب من الله إن وافيتها سحرا جنات عدن تكن من جملة السعداء وابكي ونح وتضرع في الدجى أسفا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا دع البكاء على الأطلال والدار واذكر لمن بان من خل ومن جار وذر الدموع نحيبا وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار يا لائمي في البكاء زدني به كلفا واسمع غريب أحاديث وأخبار ما كان أحسننا والشمل مجتمع من المصلي ومن القانت القاري وفي التراويح للراحات جامعة فيها المصابيح تزهو مثل أزهار شهر به ليلة القدر التي شرفت حقا على كل شهر ذات أسرار تنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري شهر به يعتق الله العصاة وقد أشفوا على جرف من حصة النار فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري لئن كنت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجنان تعبد فيك المسلمون فأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قرآن فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد على الأعوام كل أوان فيا أيها الشهر المبارك كلنا شفيعا إلى ديان كل مدان إذا نشر الأموات للحشر ربنا ونادى المنادي هاتفا بفلان وقال لنا الجبار جل جلاله هلموا إلينا أيها الثقلان هنالك تعطى كل نفس كتابها فويل لمن زلت به القدمان ترحلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت أنوارا بكل مكان لئن فنيت أيامك الزهر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني عليك.
نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طهرا وخيرا أمنوا. هيا شباب اليوم أعلوا راية خفاقة بالحق دوما تهطلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا بكتاب ربي عونكم وسادتكم وبسنة المختار فهي المنهل وتذكروا فضل الإله ولطفه فهو النجاة إلى العلا والمأمن. وإذا فاترتم أو ضاعفتم مرة فتذكروا يا إخواتي وقل اعملوا جدوا المسير فلا وقف أحبتي إلا لجنة إذا قيل ادخلوا إلا لجنة إذا قيل ادخلوا. نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طهرا وخيرا أمنوا. نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طهرا وخيرا أمنوا. هيا شباب اليوم أعلوا راية خفاقة بالحق دوما تهطلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا بكتاب ربي عونكم وسادتكم وبسنة المختار فهي المنهل وتذكروا فضل الإله ولطفه فهو النجاة إلى العلا والمأمن. وإذا فاترتم أو ضاعفتم مرة فتذكروا يا إخواتي وقل اعملوا جدوا المسير فلا وقف أحبتي إلا لجنة إذا قيل ادخلوا إلا لجنة إذا قيل ادخلوا. نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طهرا وخيرا أمنوا. نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طهرا وخيرا أمنوا. هيا شباب اليوم أعلوا راية خفاقة بالحق دوما تهطلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا ولتمة الأمجاد يا صحب اعتلوا بكتاب ربي عونكم وسادتكم وبسنة المختار فهي المنهل وتذكروا فضل الإله ولطفه فهو النجاة إلى العلا والمأمن. وإذا فاترتم أو ضاعفتم مرة فتذكروا يا إخواتي وقل اعملوا
جد المسير فلا وقف أحبتي إلا لجنة إذا قيل أدخلوا إلا لجنة إذا قيل أدخلوا نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا للوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طهرا وخيرا أمنوا.